أهلا بيكم. النهارده هقدم أغنية لطيفة، أغنية لاف ستوري. طبعا دايما أكد على نفس النقطة إن أنا شغلي للمبتدئين مش للمحترفين. المحترفين لقيت فيهم فيديوهات كتيرة قوي على النت، لكن اللي بيبدأ لسه في طريق تعليم البيانو أو أي آلة موسيقية بيتعب قوي على ما يلاقي حاجة بسيطة توضح له الفيديو أو توضح له طريقة التعليم. فالنهاردة هسمعكم الأول لاف ستوري، بعد كده هناخدها بسيطة خالص بإيدينا اليمين. يلا بينا نسمع مع بعض المقطوعة هتمشي ازاي. طريقة بسيطة زي ما اتفقنا. بدأت الصباع الخامس على الدو، الصباع الأول على المي، وهبدأ دو واحدة بس واثنين مي. دو مي دو دو طويلة، مي دو دو مي فا ري، وقفت على الري وهبدأ باثنين ري كمان، يعني كلهم ورا بعض ثلاثة ري. ري ري تاني مع بعض من الأول. على الصول ديز، سهلة قوي الصول ديز عشان متحددة، هي موجودة في نص التلاتة الاسود، يعني التلاتة الاسود عندي الصول ديز في الميدل اهي. بعد الصول ديز دي هقول انا قلت اتنين، واحدة قصيرة وواحدة طويلة، هنزل اتنين وراها ورا بعض كده. لو سي هسيب اتنين واروح لايه فومي. اسمع على بعض. هعمل لها قفلة لطيفة وسهلة، عملت ايه في القفلة؟ انا مع المي في اليمين اللي هي اخر نغمة اللي هي فو مي، نزلت مي معاها زيها اهي، وبعدين كملت الكورد بتاعي اللي هو ايه الكورد ده؟ صول دي سي، كررته تاني صول دي سي، هنط بايدي الشمال من فوق ايدي اليمين عشان ابقى عامله كروسنج هاند بايديا الاثنين كده. تمام، يبقى القفله بتاعتي. اتمنى الفيديو يكون سهل وعجبكم ومفيد ليكم كلكم ان شاء الله.